هذا الإبداع نحترمه، هذا دليل على أنه الناس عندهم أفكار والشباب عندهم مواهب، نحترموها. كما السؤال اللي قدمته لي، واش هذا الشيء باقي حاليا ينفعنا وحنا في أزمة اقتصادية؟ الاقتصاد ماشي مشكل، نقدروا نخدموهم بزوج، نقدروا نكونوا مبدعين وفي نفس الوقت نفكروا في مجال اقتصادي آخر. سمعتوا الشكل نتاعو صالح دايد باينين، كون في بلاص ما يديروا الديناصور يجمعوا شي حاجه يديروا لنا سكيت بار، كلشي هنا كيبغوا يديروا هنا، كاينين سكيت ولا بصح هكا الحدايد هما اللي ضيعوا المنظر صافي. ما محتاجين لا ديناصور لا لا محتاجين الحدادات تحلخ ونخدموا على راسي. المعيشه تحرك، المعيشه تحرك، الدواء راها حازقه. تسمح لي الحداده كانت خارك تشوف هاد الديناصور ما نفعنا الوالو خوان، خو عطينا ناكلوها ما يهضر معنا ما والو، خو احنا خصنا فاش نخدموا صافي. لا تماما لا، ما عندنا ما ندي ما سي فريمون ريان، يعني داروا على والو غير مضيع على الوقت وصافي، مضيع على ما الاخر يعني يضيعوا وقتهم وصافي. يعني اش غادي نقول لك، ما احنا ما محتاجينش اصلا. نشوف واحد البلاصه اللي ماشي كاع اللي ماشي كاع، وكان بدا داروا غير في الشارع ولا في شي ساحه ولا، ويكون مخدوم مزيان. واخا حتى حنا ما عندنا ما نديروا بهاد الديناصور، ما عندنا حتى شي متحف بعدا ولا بعد. عادياتو وقتكم وصافي. يعني ما الا كان في يدكم ديروا شي حاجه، ديروا شي حاجه اللي بعدا تكون مناسبه للمواطنين الشباب. يعني كاينين شي حوايج ما عندناش حنايا، وكاين كيكونوا كاينين في مدينه الرباط وفي مدينه كازا وداكشي، حنا ما عندناش هنايا في وجده.